إذا عدت إلينا سعادة السفير حمدي صالح الخبير في الشؤون الأمريكية ومساعد وزير الخارجية المصري السابق، يعني كنت أود أن أسألك عن المواقف الأمريكية، كيف تتابعونها خاصة أنها تركز على الجانب الإنساني وإيصال المساعدات في حين أن المجازر قائمة بحق المدنيين في غزة؟ يعني هو حصل التحرك الامريكي الاخير ده، وخصوصا الاتصال بين الرئيس جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، بيعكس التحرك الامريكي المزدوج. هو من ناحيه بيؤيد اسرائيل يعني واقف وقفه قويه جدا الى جانب الحكومه اليمينيه في اسرائيل، ولكن من الناحيه الاخرى تحت ضغوط داخليه وخارجيه تتحرك الولايات المتحده للتاكيد على انها تؤيد الحلول السلميه من ناحيه، وايضا لتؤيد التحرك الإنساني لإيصال المساعدات إلى غزة. وبالتالي في هذا الاتصال حدث أن هناك نوع من أنواع الاتفاق المبدئي على أنه يجب أن يكون هناك تسارع في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. والنهاردة لأول مرة دخل 30 شاحنة، على حين كان المعتاد أن يكون 20 شاحنة، الآن بدأ يبقى في تسارع نسبي. وأيضا هناك ضغوط على الجانب الإسرائيلي لإعادة المياه والإنترنت إلى غزة، ومصر بتساعد في هذا، قدمت كل ما يمكن تقديمه لإدخال الإنترنت والمياه. ولكن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ما زالت تواجه ضغوطا داخلية وخارجية، وبالتالي هي في موقف صعب جدا. هذا الموقف مرتبط أساسا بالموقف الميداني. الموقف الميداني إسرائيل بيقال عليها بالإنجليزي stuck in، يعني ليس لها، لا تتحرك أماما ولا خلفا، يعني في وضع لا يعني بالغ السوء. الهجمات المتتالية للقسام والجهاد، وخصوصا في الهجوم الأخير بدأ على معبر إيرنس، بيشكل تهديد حقيقي للتواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة. وأيضا التوترات في الجبهة الشمالية في لبنان، وأيضا التوتر الشديد مع الجانب المصري، كل ده بيضع إسرائيل في موقف بالغ الصعوبة. وأيضا هناك السقف المرتفع جدا الذي وضعته الضغوط الشعبية داخل إسرائيل والاتجاهات اليمينية داخل إسرائيل أنها يجب أن تقضي على حماس. هذا السقف المرتفع جدا بدأ الآن يتهاوى، وبدأ يظهر أنه لا يمكن تنفيذه، خصوصا أمام صلابة المقاومة الفلسطينية. والرأي العام العالمي بدأ يتحرك بشكل كبير جدا ضد هذا الموقف. زي ما شفنا النهاردة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جاء إلى مصر، وفي رفح المصرية تحدث عن أن هناك يجب أن يكون هناك مساءلة لإسرائيل، وأنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام. كل ده بيمثل انهيار للموقف المعنوي والرأي وموقف إسرائيل في الرأي العام العالمي. ولكن عندنا مشاكل متعددة. عندنا ماذا يمكن أن يحدث في ملف الأسرى؟ الأسرى حاليا مشكلة كبيرة، ليست فقط مشكلة يعني أسرى إسرائيليين، وإنما هناك أسرى من دول متعددة من ضمنها روسيا، ولذلك وجدنا أن هناك تدخل روسي في هذا الموقف، وموقف يعني تدخل محدود. ولكن أيضا هناك دول أخرى بتحس أن في الشخصيات التي الأسرى ملتوية الجنسية، وبالتالي هناك تساؤلات. هل فعلا إسرائيل أعلنت في أو الفلسطينيين أعلنوا في 50 قتلوا من الأسرى، لكن لم يكن هناك أي رد فعل، وبالتالي هل كان صحيحا أو لا؟ هل يمكن أن يكون هناك صفقة؟ ما زال هناك ده موضع التساؤل. موضوع التهجير والنقل الفلسطينيين، وضح في المكالمة المصرية الأمريكية أن هناك اتفاق في الرؤى بين مصر وأمريكا أنه لن يكون هناك تهجير، ولا يمكن أن يكون هناك تهجير من الناحية الإنسانية ومن الناحية السياسية. وبالتالي كل هذه التطورات تمثل تغير نوعي في الموقف، سواء الموقف الإقليمي أو الموقف الدولي ككل، وخصوصا في الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي. يعني الموقف الإسرائيلي مرتبط بأن هناك تخبط حقيقي في السياسة الداخلية الإسرائيلية وفي الصراع الداخلي، وليس هناك وضوح في الرؤية ماذا يريدون أن يفعلوا، ولكنهم في وضع لا يحسدوا عليه. بالإضافة إلى هذا، المأساة الحقيقية التي تحس يعني تمر بها غزة والفلسطينيين في غزة، هذه المأساة الحقيقية تنعكس على الرأي العام العالمي وعلى المظاهرات المتعددة. مظاهرة في لندن حوالين البرلمان البريطاني كبيرة جدا، ومظاهرة في أوتوا في كندا، مظاهرات متعددة في واشنطن وفي نيويورك وما إلى، كل ده بيوضح أن الرأي العام العالمي قد انقلب على الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، وبيؤثر تأثير خطير على هذا. طيب
استاذ حمدي، ثم تعاجل ورد توا عن CNN بان قوه ردع سريع تابعه لمشاه البحريه الامريكيه تتحرك باتجاه المتوسط. اذا قوه ردع سريع تابعه لمشاه البحريه الامريكيه تتحرك باتجاه المتوسط، هل ستساعد الولايات المتحده اسرائيل الى ابعد حد؟ يعني عندما نتحدث عن مشاه البحريه الامريكيه التي تتوجه الى شرق البحر المتوسط، والمسؤولون يقولون هنالك مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزه ويعني توسع رقعه الحرب لتشمل الاقليم، ثمت ايضا مسؤولون قالوا للسي ان ان الوحده الاستكشافيه 26 لمشاه البحريه على متن السفينه الهجوميه البرمائيه يو اس اس باتان كانت تعمل في مياه الشرق الاوسط في الاسابيع الاخيره، لكنها بدات في شق طريقها نحو قناه السويس اواخر الاسبوع الماضي. وايضا احد المسؤولين قال ان هذه السفينه موجوده حاليا في البحر الاحمر، من المتوقع ان تمر الى شرق المتوسط قريبا، وهذه الخطوه بحسب خبراء يمكن أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث تحذر الولايات المتحدة مواطنيها من البقاء في لبنان. يعني ما إلى أين تذهب المنطقة، خاصة عندما نعلم بأن الولايات المتحدة يعني تهيئ وتستعد لإجلاء مئات الألاف من الأمريكيين من الشرق الأوسط؟ ما الذي يعنيه كل هذا التحشيد؟ والله أنا من معلوماتي ومن لقاءاتي مع المسؤولين الأمريكان وبعض الصحفيين الأمريكان أنه الموقف الحقيقي للولايات المتحدة أنها لا تريد توسع الحرب ولا تريد أن يكون هناك حرب شاملة، لأن كده سيضر بالمصالح الأمريكية في كل الاتجاهات، وسيضر بمصالح إسرائيل، وسيضر بمصالح الدول الصديقة للولايات المتحدة، خصوصا الدول العربية التي لها علاقات بالولايات المتحدة في الخليج وفي مصر وما إليه. وبالتالي هي ضد التوسع الحرب، ولكن لكي تصل الى هذه النقطه هناك تحرك مستوي، هناك تحرك من ناحيه عسكري انها تضع قوتها في البحر الاحمر وفي البحر الابيض لكي تشير او تنزل، يعني ترسل اشارات بالاضافه الى انذار مباشر من الرئيس جو بايدن الى ايران والى القوى المختلفه التي تساندها، وبالتالي محاوله لكبح تحرك هذه القوى المتعدده التي يمكن ان تضرب، وفعلا ضربت المصالح الامريكيه في سوريا وفي العراق وما الى، بل ايضا التطورات التي حدثت من اليمن والطائرات المسيره وما الى. فالتحرك العسكري هدفه ان يكون هناك كبح لاي تحرك من هذا الجانب، ولكن التحرك السياسي ايضا مرتبط بان يكون هناك يعني ضغط على اسرائيل وعلى الدول المختلفه الاقليميه انه لا يمكن ان يكون هناك توسع في الحرب. وزي ما شوف ما سمعنا ان الامريكان نصحوا اسرائيل بانه لا يجب ان يكون هناك تحرك بري، اجتياح بري شامل، من ناحيه لانهم يروا ان الجيش الاسرائيلي غير مستعد، ومن ناحيه اخرى لصلابه المقاومه والامكانيه ان يكون هناك ثمن باهظ للطرفين وللمأساة التي سيحدثها. هل تحاول الولايات المتحده استنزاف الفصائل الفلسطينيه الان؟ طبعا يعني ده أحد من خلال دعم الإسرائيلي إلى هذا الحد. يعني دي استراتيجية إسرائيلية أساسا، يعني والولايات المتحدة بتؤيد إسرائيل بشكل عام في أي استراتيجية تكون ناجحة، ولكن هل هذه الاستراتيجية ستكون ناجحة في هذه الظروف الحالية؟ أنا أعتقد أنها لن تكون ناجحة، لأن هناك الضغوط الإقليمية والدولية والرأي العام ضغوط بالغة الشدة، وستؤثر تأثيرا خطيرا على ما يسمى صورة أمريكا في العالم، الإيمج. يعني ما الإدارة الأمريكية خصوصا الإدارة الديمقراطية تتحدث عن فكرة أنه هي الدولة التي تنادي بالمبادئ، هي راعية للسلام بين الطرفين، يعني هذا في المبدأ، هي راعية للسلام على الأقل في العناوين العريضة. لكن في صحيفة هيل، صحيفة هيل أستاذ حمدي الأمريكية نشرت مقال لجون رامينج وهو قانوني ومدافع أيضا عن حقوق الإنسان. هذه الصحيفة بحسب جون رامينج يعني تقول بأن الولايات المتحدة تتحمل كل المسؤولية الآن عما يجري في غزة نتيجة دعمها اللامحدود للجانب الإسرائيلي بكل أنواع الأسلحة، على الرغم من يعني توسع وانتشار هذه الصورة عن الولايات المتحدة، لكن لا نجد بأن ذلك يؤثر على إدارة بايدن في شيء بالنسبة لاتخاذ قرارات توقف هذه المذبحة.
لا بالتأكيد يؤثر، يعني لو تحرك لو لاحظنا الموقف الأمريكي في بداية الأزمة ثم تطوره حاليا تغير كثيرا، أصبح هناك يعني نوع من أنواع الاختلاف عن ما بدأ به الرئيس الأمريكي في زيارته الأولى لإسرائيل. الآن الموقف الأمريكي مختلف لأنه يتحدث عن حل الدولتين ويركز عليها في المناقشة التي حدثت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بايدن، تحدث عن أنه لا يجب أن يكون هناك حلا سياسيا. ايضا هناك احساس بان صوره الولايات المتحده بدات تهتز في الراي العام لانه بتاييدها لهذه التحركات الاسرائيليه التي ادت الى ماساه في فلسطين وفي العام بشكل عام وفي غزه بشكل خاص. يعني هناك تاثير كبير على الاداره الامريكيه، ولكن يجب الا نقلل من الالتزام الامريكي بامن اسرائيل وبتاييدها. يعني هناك قوه رهيبه داخل الكونغرس وفي الإدارة في الصوت السياسية المختلفة بتؤيد إسرائيل وبتدفع إلى هذا، وبالتالي التحرك الأمريكي هي تحرك مزدوج، هو يحاول أن يقلل يعني يسمى بيسموه يعني يقلل الدمج الذي يمكن أن يحدث لصورة أمريكا ولسياستها، ومن ناحية ثانية يستمر في تأييد لإسرائيل. فبالتالي ربما نستطيع أن نضغط على الولايات المتحدة إذا تجمع الموقف العربي، وإحنا شفنا الموقف الدول العربية في مجلس الأمن وثم كذا بره يتحدثوا عن موقف جماعي. هذا الموقف الجماعي طبعا سيؤثر، بالاضافه الى قرار الجمعيه العامه التي فيه يعني 120 دوله بتؤيد القرار العربي الذي تبنته دول المجموعه العربيه، وبالتالي كل ده بيؤثر على العقليه الامريكيه وتتحرك تدريجيا لمحاوله استعاده المبادره وتقليل من الدمج الذي حدث لها. شكرا جزيلا من واشنطن السفير حمدي صالح الخبير في الشؤون الأمريكية ومساعد وزير الخارجية المصري السابق.